الحاله اللي كانت جاتنا اللي كانت خلقت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي جات من مرزوقه اللي كان ضربها داك السيد الغير الادمي الله ياخذ فيه الحق. واخويا راه الحاله هذه توصلنا بها توصلنا بعده اتصالات من عند الاشخاص ومن عند جمعيات المجتمع المدني، والحمد لله نسقنا مع الجمعيات بار مراكش الله يجازيهم بخير حتى هما هما اللي تحملوا المسؤوليه تاع الترونسبور تاع هذا الحيوان هذا توصلنا، وحنا وفرنا ليه جميع الشروط من الاكل من الدواء من كل شيء، ودرنا ليه عمليه اللي استمرت 4 سوايع اللي تعذبنا فيها وتعذبت فيها حتى الدابه هذه مسكينه، حيت الجروحه ديالها ولا الضرابي ديالها كانوا ضرابي خطيرين جدا اللي مؤديه الاعاقه، والحمد لله راه توكلنا باش نخيطوا ليها الجروحه ونقيو ليها الجروحه ديالها اللي كانوا دي في حاله يرثى لها هذيك الساعه فاش يلاه جات، حيت بحكم التعرض على الاوساخ والدهريه وكانوا معريين عمرو بالتراب وكل شيء. الحمد لله دابا راه غادي في تحسن وراه الحاله ديالها مستقره. فاش جوج صلات اخويا ما نعاودش ليك كانت حاله يرثى لها بمعنى الكلمه، واحد الحاله صعيبه حمار ما كنتش ياكلوا طوالات الطريق عرفتي الطواله من مراكش المرزوقه في الترونسبور والجروحه والعصب ما كاينينش، راه حاله صعيبه كانت في الاول. وفعلا الدكتور فؤاد من يلاه شخصنا الحاله ديالها في اللحظه الاولى قال لك اخويا ما نقدرش ندير شي حاجه. الحمد لله بفضل المجهودات ديال السي فؤاد وديال جميع اي واحد سال منهم انتم كصحافه ومن الناس اللي دورونا من الناس اللي تفاعلوا راه كل شيء عنده لمسه في هذا الانجاز اللي درنا، والحمد لله هي حالتها مستقره كما كتشوفوا كما كيشوف المشاهد الكريم راه حالتها مستقره، وان شاء الله كنأملوا تكون غادي في تحسن، وراه كل نهار كتاخذ الدواء ديالها لي كالمون وكنديروا لي سوان ديالها شاك جوغ، ومن دابا 4 ايام كما قلت راه غادي نعاودوا نحلوا كاع القبص ونحلوا الجبيره نحلوا كل شيء نشوفوا ثاني هذاك الشيء كيولا، وإلا كان غادي في تحسن راه غادي نستمروا، ما كانش غادي في تحسن غادي نضطروا نديروا عمليه اخرى. العمليه خويا خدات منا 4 سوايع، الرجل الاولى اللي فيها الضربه ماشي صعيبه بزاف خدات منا ساعه و20 دقيقه، والرجل الاخرى خدات منا 3 سوايع اخويا، هي 6 الاشخاص باش درنا العمليه. المشكل الوحيد اللي لقينا الكبير كاع اللي لقينا هو البنش، كنعسوها كتفيق وما يمكنش نضربوا ليها 4 الانفات ولا 5 البنش حيت شي قدرت تموت تبقى هكاك نعسه مدى الحياه ديالها. الحمد لله استطعنا نتغلبوا على داك الاشكال، وهي كما كتشوفوا الحمد لله راه الحاله مستقره كما كتشوف دابا حنا راه معلقينها على قبل هذاك الثقل تاع الرجلين حيت دايره القبص ما كتقدرش تبني لي ميسكل ديالها ما كتقدرش تبني المفاصل ديالها، والحمد لله دابا هكا تنحيدوا عليها الثقل على الرجلين كيبقاو رجلين معزوزين في السماء، وبالليل كنطلقوها تنعس وهي راه قادره توقف كتوقف بوحدها وكتنعس بوحدها، الا كان حيدنا داك الشيء راه هي كتنعس وتفيق وقت ما بغات. الحمد لله راه كتاكل وهذا هو اهم شيء مني كتاكل راه الماكله هي اللي بطنوبه، حيت الا كياكل الحيوان راه يعني ما به والو راه غادي في تحسن. بحكم انني شفت انا بزاف د الحالات هكا تاع التعنيف تاع الحيوانات كنتمنى من الناس يديروا عقلهم، وراه هادو يداو ما يعرفوا لا الصواب لا الخطا، خص بنادم هو اللي يحط عقله، وراه اش استفاد هذا دابا اللي ضربه ها هو كلات هذاك الشيء وهي مسكينه معذبه هكا، ما كاين لا شيء يتعدى الانسان على الحيوان، ومن الاحسن اللي لقى شي حيوان كيسوفري في الزنقه يصوني عندنا ولا يدورنا يتصل بينا ولا يصيفطنا ميساج حنا نتصلوا به وحنا مستعدين نمشيو سير بلاص نجيبوا الحيوان ونتهلاو فيه. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كنتمنى كاملين تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. ثانيا الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق فهذا اللي عملنا هذا البوكمه مسكينه هذه الحاله هذه، الله ياخذ الحق في جميع الناس اللي كيتعدوا على اي حيوان كيف ما كان سواء اليف او مفترس او اي حيوان من اي قبيل، من غير اذا كان بنادم كيدافع على راسو فهذيك تسمى حاله اخرى. اما باش حماره تاكل لك دلاحه وتعمل هذه الحاله كامله حشومه ولا تدخل تاكل هذاك من فوسط النبيره ديالك حرام. والطامة الكبرى وعلاش عملت انا هذا الفيديو هي ان بزاف ديال الناس وللاسف منهم انهم مغاربه مازال الى هضر البرانيه ولا الغرب نقولوا يعني اللي ما كيعرفش كيقول العكس، لكن باش يجيو مغاربه في التعليقات يقولوا الغرب فيهم الرحمه الغرب فيهم الانسانيه حنايا حنايا، شوفوا تعميم لغه الجهلاء، المغاربه معروفين قلبهم الرحمة بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة معروفين أنهم رحماء، وهادو اللي كيعملوا هاد الحالات الشادة واللي كيشوفوا بينا فهادو بوحديتهم وهادو ما كيمثلوناش لا كمسلمين ولا كمغاربة، حنايا باريين منهم باش ما يجيش شي واحد يتباهى بالغرب ويقولوا كذا وكذا. راه خصكم تعرفوا واحد النقطة
أن الغرب هما أكثر ناس حقارين، وخا كيبقاو يقولوا أنهم هما فيهم الإنسانية إلى آخره، راه كيعملوا بعض الحالات التي لا تمت للإنسانية بصلة، واللي حنايا كمسلمين مستحيل نقدروا نعملوها، حيت حنايا الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا أننا ما نأذيوش أي حيوان كيف ما كان النوع ديالو ولا نلعبو بها، ولا حيت شاف غير العواو صغارين كيلعبو بالجدادة هي كيلعبو بها ونهاهم. حنا عارفين هادشي، يعني حنايا أي شخص لا يمت للإنسانية بصلة حنا ما عندنا حتى شي علاقة به وبارين منه، وحنايا كنتبرؤوا منه وكنطالبوا له بأقصى العقوبات، حيت سمعت أنه خلص 2000 درهم غرامة وكيتابع في حالة سرح. لا، حنا خصنا أن هذاك أقصى العقوبات باش يبقى عبرة لجميع الناس اللي ما في قلبهم لا رحمة لا شفقة، حيت كاين اللي كيكون في قلبه الرحمة والشفقة، يعني عنده الوازع الداخلي، فهذاك مرحبا بهم. وكاين الناس اللي ما في قلبهمش الرحمة والشفقة، خصهم الرادع الخارجي اللي هو العقوبة الصارمة، الحابسة ولا الراجمة ولا مهم العقوبة. ميمكنش هاد السيد هذا يفلت منا، هو يخلص 2000 درهم ويتابع في حالة سرح وينعس الدار ديالو، والحمار مسكين مقطع له رجلو ومعذب. علاش علاش؟ قسما بالله انا اللي شفت هاد الفيديو يا ربي الدموع بقاو هادي ما بغاوش يوقفوا، قلبي تقطع لي، قلت ميمكنش، حنايا ادميين حنا بشر، كيفاش حمار لا حول له ولا قوة تعملوا هادشي كامل؟ هي غير ديك اللي كيضربوهم وكيبداك يصوتوهم وديك الشيء راه كيديو الذنوب، حرام عليه يبقى يصوت فيه باش يزيد. الحمار كيوزن ما نعرفش شحال من كيلو، نتينا عامل له الحموله اللي زايده الوزن ديالو على 100 مره وكتضربو باش يزيد، غير هذيك في حد ذاتها انا كتجيني يعني خصهم عليها الحبس، فما بالك بهذا اللي نايض يقطع لا رجله؟ هذا خصو الصراحه انا بعدا لكنت انا اللي كنحكم خصو الاعدام. هذا وحش، هذا وحش في صفه بشر. وبالنسبه للغرب راه ماشي كاملين بهم رحمه، راه الغرب هما كيعملوا تجاوزات اللي ذكرت في بدايه الفيديو، حتى هما كيعملوا ديك مصارعه التيران، كيبقاو يضربوا التيران يعني باش يدخلوا للربح المادي، كيعذبوا بزاف الحيوانات، الحيوانات اللي في السيرك، واخا حيوانات مفترسه منها اسود ونمر، راه ديك شي حرام، علاش انا كتعدى على الحيوان باش تينا تدخل منه مداخل ماليه؟ لا، حنايا كمسلمين ما كنتعداوش على الحيوان سواء بهدف الربح المادي او لاسباب اخرى، حنا ما كنتعداوش عليه. الغرب يتغنون بالانسانيه ولكن ملي كتجي الاسباب ماديه والسيرك ومصارعه التيران الى اخره، راه كيعملوا يفعلون الافاعيل بتلك الحيوانات، وحنايا ملي كنشوفوا ديك الشيء اصلا ما كنشوفهمش، واذا شفتهم صدفه قلبي كيتقطع، كنقول فين هي الانسانيه اللي صدعوا لنا راسنا بها؟ فين هي؟ فين هي وانتينا الثور كتعملوا هذه الحاله، الاسد ولا النمر كتعملوا هذه الحاله، الدمايات وديك الشيء، وهما فين هي الانسانيه؟ حنايا حنايا الانسانيه اللي فينا ما كنقدروش نشوف الدبانه تنزل على الحيوان وهو كيتانن، هذه هي الانسانيه اللي في المسلمين بصفه عامه، وكاينه في المغاربه بصفه خاصه. حنايا اللي ما كيعرفوش الاغلبيه ان المغاربه شعب جد 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 حساس، جد عاطفي. حنايا يعني هاد الشرذمة القليلة التي لا تمثلنا والتي نتبرأ منها راه ما كتمثلناش، قسما بالله لو كنتو تشوفوا، يعني كنهضر هادشي بالنسبة للبراني، أما المغاربة عارفين هادشي. حنايا واحد الشعب اللي ما نقدروش نتعداو، هادشي هذا حنايا راه كيقطعنا قلبنا، هادشي هذا ما كنبغيوهاش حتى شي واحد. دابا أي واحد عايشوف هاد الفيديو راه ما يحملو ما يقبلو، أي واحد كيشوف هاد الفيديو كيقول لك هادشي بزاف، يعني ما كنقدروش حنا نشوفوا هادشي. حنايا اصلا معروف علينا اننا ما كيعجبناش هاد الظلم خصوصا للحيوان، كيعجبناش، راه حنا بنادم كيكون عاملنا شي حاجه ومي كنشوفوه يعني بحال هكذا كيعز علينا، فما بالك بكمه؟ يعني هاد السيد هذا اللي ما في قلبوش الرحمه وعمل هادشي، راه هذا مريض، هذا انسان ماشي انسان، هذا حيوان، حيوان يعني مفترس، ماشي حتى حيوان اليف، يعني حشومه. هو الحيوان المفترس وحيت الله خلقو يعني القوت اليومي ديالو كيتغدى على الحيوانات الاخرى وما كيعملش هادشي، حيت الحيوان كيجي كينقض على الفريسه ديالو كيقتلها كياكلها وهي مقتوله، اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، يعني الحيوان ما كيتعذبش ما كيتسنكل هو ميت. هاد السيد هذا ما هو قتل ذبحه وخلاها ترتاح عند الله،
ما هو طاتيس على جو عدبة، يعني خلاها كتعذب، قطع على الجو خلاها معذبة، ما هي ميتة ما هي بالروح، حرام عليه والله إلا حرام عليه، لو كان ذبحها وما يعملهاش هاد الحالة بعدا ترتاح مسكينة. نقولوا جاب الله مسكينة ارتحت من الكمامات بحال هايدا اللي باقي حيوانات في صفة بشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما قادرة حتى نسجل مريضة، ولكن هادشي هذا راه كيقطع القلب، قلت والله تنوض نهضر، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يهنيكم الحبايب ديالي.